هنتكلم يا جماعه اليوم عن موضوعين، موضوع الجلوبالايزيشن والابلكيشن بار. ان شاء الله الجلوبالايزيشن هنا برنامجنا باختصار انه على اكثر من لغه يشتغل، يعني يكون في عربي انجليزي الماني فرنسي حسب اللغات احنا بنحسها لازمه في البرنامج. اللوكاليزيشن نعمل برنامج نخصص فيه بعض الاعدادات حسب اللغه المعينه. افاجيكم مثال سريع، نفتح التحكم، نروح على الساعه والوقت، نختار تغيير تنسيقات التاريخ او الوقت او الارقام. شوفوا مثلا لو انا مثلا عربي عندي، فتحت هنا عندي صيغه معينه، الفصل العشريه لها صيغه، الارقام لها صيغه، العلامه السالبه، صيغة الوقت، صيغة التاريخ، العملة مثلا سعودية ريال سعودي، يكتب ريال سعودي كذا، سالب ريال سعودي كذا، الوقت له صيغة، التاريخ له صيغة. في دول تانية مثلا لو جينا هنا اخترنا مثلا بدل السعودية اخترنا مثلا الأردن، في اختلافات اعتقد زي الفاصلة والنقطة وهي شو اسمها هذه الفاصلة، لها اختلاف معين، العملة بتختلف، الوقت، التاريخ مثلا عندهم يوم شهر سنة بيستخدموا التاريخ قانون أول، تمام؟ اللي هم هذه العربية. في دول تانية بتستخدم على سبيل المثال مثلا شهر يوم سنة، شهر يوم سنة ولكن من رقمين. فبقولك إذا أنت عامل برنامجك وحاطط فيه مثلا يظهر تاريخ، فحاول تحط لوكاليزيشن حسب مين الدولة اللي أنت مختارها أو اللغة اللي هو مختارها. إذا أنت حاطط مثلاً عربي ألمان، عربي جزائر غير عن عربي المغربي، غير عن عربي السعودي، تمام؟ إذا بدك تظهر عملة، بس أنا للأمانة فيش في بالي مثلاً منطق معين، مثلاً واحد عنده 5 نقاط أو 10 نقاط، بتقولوش 10 نقاط ريال سعودي، أو مثلاً هو حاطط مبلغ مالي، مثلاً أنتوا عاملين برنامج بخزن قديش إنه مصاري، لما بده يجي يضيف مصاري بكتب بختار دولار ريال ولا دولار بيضيف، فأنا بيجي يعرضهم بقول له لديك مثلا 50 ريال و10 دولار. فأنا فيش في بالي حاليا تصور معين، ولكن هذا هي إذا احنا بدنا نعمل برنامجنا مثلا برنامج مثلا بنك على سبيل المثال بده يكون فيه يظهر عملات، يفضل إذا هو فتح من السعودية يكتب له لديك مثلا كذا ريال سعودي، إذا فتح من الأردن يكتب له دينار أردني، وهكذا. صيغة الوقت، صيغة التاريخ. صيغة التاريخ مثلا التاريخ مو بظهر على الجوال، فأنا مش متصور يعني ليش نعمل برنامج يظهر التاريخ بشيء، يعني هم بشوفوا على الجوال إذا موش يعني في برنامج يكون فيه. فالكم الخيار انتو في اللوكاليزيشن. نفتح التطبيق، نعمل نيو بروجيك. اول حاجة هناخد ابلكيشن بار، بعدين هنخش في اللوكاليزيشن عشان في ارتباط بينهم في شكل معين. طيب يا جماعة بدنا نجيب الابلكيشن بار، فكينا الابلكيشن بار حكينا عنه، فجينا لكم امثلة عليه، نشغله كمان مرة ونجيب كود مباشرة. بدنا نتعود احنا بعض الاكواد مش لازم نكتبها، نسخها ونسخها خلص. احنا بدناش اساسا، انا ضد انه الواحد يحفظ اكواد، ضد واحد يفهم انه هذا كود نحط هنا خلاص. ويندوز فون 8 ابلكيشن بار في 100 حاجة، هي مثلا زامل بالزامل. هاي يا جماعة مثال، هو قاعد بعمل ببلش. هاي مثال ابلكيشن بار، هاي بنفتح مثلا الارمز، هاي الابلكيشن بار في ايش فقط ايقونة هاد. شايفين مش حلوة نحطها فوق، مايكروسوفت عملنا اشي كويس، ما تحطش مثلا زر اد فوق، اي زرار عندك حطهم تحت، هاي حفظ تحت. مثلا هاي الكالندر 3 خيارات، وفي عندنا حاجة اسمها منيو ايتم عنصر. هذا زوج المبرمج بحس انه والله المنيو لازمة بحطها، بحس انه الايقونة لازمة بحطها، بعدين الايقونات هذه بتقلب. شايفين يا جماعة بتقلب مع القلب الشاشة، اشي حلو يعني. وبتاخد التايل الاكسنت كلر،
ضغطنا ضغطة طويلة بنلاقيها أحمر، شايفين؟ طيب نشوف إيش ظهر عندنا هنا، نفتح كم واحد. في أبليكيشن بار بنعمل بالكود، نكتب برمجة، ضيفنا أبليكيشن بار وضيفنا فيه آيكون، هناخدها إن شاء الله آخر إشي عشان قصة اللغات. هاي كود الابليكيشن بار يا جماعة، الكود الزامن. البلند بضيفه لحاله، يعني حتشوف كيف تضيفوه من البلند. احنا اساسا حناخده مرة مش حيزامنا بعد هيك، لانه حنستخدم طريقة تانية. ننسخ هذا الكلام كله، نسخ وبنيجي وين؟ تحت هنا اخر الصفحة نعمل الاسر. مبروك ظهر الابليكيشن بار. ايش في الابليكيشن بار؟ هات نشوف ابلكيشن بار. هاي الابلكيشن بار في مجموعة من الخصائص. اول حاجة is visible يطلوه، و is menu enable بيظهر في المنيو اللي تحت ولا لا لو ضغطنا عليه. في مجموعة من الخصائص، هات نشوف الخصائص. الباك جراوند كلر بنفع نحط الباك جراوند، امبارح حطيت امانة كان حلو يعني. الفور جراوند كلر لون الخط، is visible شفناها و is menu enable شفناها. في عنا هنا الاوباسيتي، وفي عنا هنا الباتونز والمنيوز والمنيو ايتمز. هاي الباتونز، هاي في احنا زرين، الزر الاول الابلكيشن بار ايكون، نحط الايقونه تبعته. الويندوز فون يا جماعه بسهل عليكم، يجيب لكم مجموعه من الايقونات الفيجوال ستوديو، تحط ايقونات من برا حطه، بس هو جايب لك كم ايقونه مسهل عليك. هاي لنا مثلا ايقونه ريفرش نسميها مثلا ابديت، واز انيبل ترو. هاي كمان ايقونه، مثلا نختار ايقونه مثلا هاي شير، شير. هاي كمان ايقونه ثالثه، بلاي. هاي اوكي. نفس الشيء موجود وين؟ في المنيو ايتمز. المنيو ايتمز بس فيها المنيو، فيش فيها صوره. مثلا سيتنجز، كمان واحدة هي مثلا هيل، وهي اباوت. اخر واحدة عندنا خاصية اسمها المود، نيجي نشغل نشوف كيف شكله. شايفين هون نفتح بيجي الايقونات. في عندنا خاصية اسمها المود، بنقول له مينيمايزد، مينيمايزد يعني بكون مسقوط، بكون يعني الحد الادنى منه. طلعوا كيف، شايفين كيف مصغر جدا. مكسوف بتقول اذا انت مستخدم في موقعك او في برنامجك اداة البانوراما، يفضل تخلي الابلكيشن بار مينيمايزد. ليش؟ لان البانوراما ماكده من فوق تلت الشاشة، تيجي تاكل كمان منها شوية من تحت مشكلة. فانت يفضل اذا مستخدم البانوراما تحطه ايش؟ مينيمايزد. وقلنا البانوراما يفضل الا تزيد عددها عن قديش؟ 5، والبيفوت 7، يفضل الا تزيد عن 7. تمام. طيب طلع هنا، على فكره هذا كلام كله بنعمل من هنا، يعني هاي الايكون بات، هاي ايكون بنلاقي انه هو ضاف لحاله اسيتس ابلكيشن بار ايقونات، هاي هم بنلاقيهم هنا في المشروع. بعد هنا نحن قلت له هاي هم ابلكيشن بار تلات ايقونات. احنا بنفع نضيف صور لحق كيفنا، بس في يعني في ذكاء للصور. هاد الصور يا جماعة لو جينا هنا قلبنا الثيم، شايفين هي ابيض، نصها ابيض، لو جينا لونها ابيض، لو جينا قلبنا الثيم قلنا له برنا قلب لنا اياه ابيض، بنلاقيها الصور ايش؟ ظلتها زي ما هي، قلبت اسود، يعني ظلتها واضحة. شايفين؟ فمش تيجي تحط لي مثلا داكن، انت تحط لي بي ابيض، لا بدك تكون داكن، بدك تكون داكن تكون شفافة وبلون واحد عشان تقلب لحالها. عشان هيك مايكروسوفت مسهل عليك، حاط لك مجموعة ايقونات بقول لك استخدمهم، مش حيطلع عنهم اد بلاي شير اي حاجة، يعني مش حتطلع عنهم هذه الخصائص. الايقونات هذه يا جماعة موجودة في مجلد، هي افرجيكم اياه على السي، ملفات المستخدمين، بروجرام فايلز، مايكروسوفت
SDK. وين ال SDK؟ هيا ويندوز فون. وين ويندوز فون؟ هيا حط لكم الرابط. 8 ويندوز فون 8. هاي ايكونز. هاي عندنا الدارك. هاي هم شايفين بكون لونه ابيض. وهي عندنا لما يكون ايش لايت بصير اسود. وعندنا هنا كمان حط لكم مايكروسوفت ايش الفيكتور تبعهم، اذا بده حد يعدل عليهم يعدل عليهم ويستخدمهم. يعني مريحانه جدا. هاي المسار تبعهم هاي هون. تمام. نقدر برضه نيجي على كل واحدة بالدور، يعني هذه نعدي عليها لحالها. لكم الخيار، البرمجة الخيار أو كوماند. تمام يا جماعة. طيب باقي حاجة واحدة في الابليكيشن بار، كيف نكتب ايفنت انه لو ضغط عليه. مثلا نيجي على الابديت. ايو كليك يساوي نيو ايفنت. هذا مسج بوكس دوت شو مثلا ابديت. في السيتنجز مثلا كليك ايش نعمل مثلا يودع صفحه جديده مثلا نافيجيشن سيرفيس دوت نافيجيت. الكل لانه برمج الخيار يا جماعه ايش بده يحط يحط. هاي مسج بوكس عشان مش حاطين صفحه ثانيه. دوت شو مثلا سيتنجز. هاي تشغيل. في اسهل من هيك؟ الابلكيشن بار سهل جدا، بس انسى خذ كود وعدلوا عليه، حطوا الايقونه وحطوا التكست وحطوا الايفنت. نعم في ابلكيشن بيساعدك، بس احنا مش حزمنا هذا الكود، هنشوف ان هذا مش حلو. مايكروسوفت كانت تحطه زمان دائما، بس لقيتها من جديد صار يقول لك في خيار افضل منه. ايش في على الابلكيشن بار؟ مجموعه معلومات عنه، حطيت لكم هذا الرابط على الموقع. في بنقدر هذا الابلكيشن بار يا جماعه نحطه كريسورسز، نستخدمه في اكثر من صفحه. قلنا ريسورسز بنفع تحط فيها اي حاجه، ستايل، اداه، اي حاجه. هي ننسخ مثلا هذا مظبطينه، بس بدنا نحط له ايش اكس نيم او اكس كي. نفس الشيء اكس نيم والاكس كي تقريبا نفس الشيء. بنبقى وقت عشان نحكي لكم ايش ليش بنحط الاكس. بسيطه يعني سبيس يعني. نعم لا لا الاكس لا الكنترولز ما لهاش نيم بنحط له. خليها لاحقا خليها لاحقا. هاي ننسخ مثلا هذا بنيجي على الابلكيشن بار على الابلكيشن زامل حطه هنا خلاص. وبنقدر نحط له ايفنت يا جماعه. ايفنت وين بتيجي؟ في الابلكيشن دوت زامل عادي. ما انت عاد احيانا بكون عندك مثلا ثلاث صفحات لهم نفس الابلكيشن بار، فخلص توحد واحد. بنفع نحط كمان واحد. ها هاي الابلكيشن بار رقم 2 مثلا عادي، وتعدي عليه بكيفك. لما تستدعيه بتيجي هنا على الصفحه نفسها فوق تكتب زي هيك. خلاص لوكيشن بار يساوي سبيك ريسورس جلوبال او مثلا مين رقم 2. هاي ضغطنا سبيس مش قلنا اياه. تمام. بس طبعا هذه ما عندنا تعارض انه في عندنا تحت واحد. هاي ما عندنا تعارض. هنيجي نلغي هذا من هين. بلزمناش اساسا ولا هيلزمنا نعمل بالشكل هذا. خلاص هنستخدم اشي جديد. ناخذ الموضوع الثاني ونرجع على الابلكيشن بار. كيف نعمل في برنامج مجموعه من اللغات؟ نعمل مجموعه من اللغات. في اداه على الانترنت حجمها 2 ميجا بتسهل علينا هذا الموضوع. مالتي لانجويج ابلكيشن تول كيت. طيب حجمها 2 ميجا بتحملوها وسيدكم برنامجكم بدعم مش بدعم هي بدعم من غيرها، بس كان لازم نكتب كتير حاجات وبسهل علينا كتير حاجات تاني. طيب بنيجي على المشروع تبعنا هذا، بنيجي بنقول له على التولز انيبل مالتي لانجوج ابلكيشن تول كيت ضغطة واحدة. بدك يضيف لنا هنا ملف جديد. هذا ملف جديد اللغة. طبعا يا جماعة في ملفات اللغة زي هذا دوكيومنت سترينج
وفي هنا الريسورسز بكون الملف موجود مسبقا، بكون عندنا هنا في الابلكيشن دوت زامل اعدادات اللغه، عمل اللغه وانتشاز اللغه والرايت تو ليفت، ما نجح فيها ما نلعبش فيها، احنا ما زمناش ولا حاجه من هذول، زمنا بس هذا الملف كله لحاله مريح مدلعين بس عليك الترجم ومش هتترجم كمان. هات اسم مشروع سند اس ام اس مثلا، سند اس ام اس تمام، وش التك النص تبعها مثلا، هنا فيست مثلا، فيست مثلا اي عنوان بدنا نحطها، هي بفيست تمام يا جماعة. بنيجي على ملف اللغة بدنا نسخها حتى بدوفر هذه الكتابة، بدي اجي ملف اللغة مايكروسوفت بتكون حاطة كم حاجة افتراضية مسهلة لنا اياهم، اهم حاجتين هذول ممنوع نلعب فيهم، الفلو دايركشن رايت تو ليفت هي لحالها بتقريبا حسب اللغة تمام، واللانجوج ما نلعبش فيها هي لحالها بتقريبا، فشوفوا كل هذا لحالها بتعدى عليه. الابلكيشن تايتل والله بدي احطه هنا، هي الابلكيشن تايتل احطه سند اس ام اس، ومثلا هنا عندي هابي فيست بدنا نسخها وحطها في ريسورس جديدة، ما ينفعش نحط مسافة، هابي فيست هذا الكي الاي دي تبعها وهي القيمة تبعتها، هابي فيست نحط كمان كلمة مثلا عندي تحت ابديت، ابديت مثلا بلاي بلاي ميوزك، انا بعطيها اي نيم من عندي، المهم الفاليو الحقيقية مثلا ويلكم هلو او ويلكم ويلكم يوزر تمام، زي ما بدي هذا الكي انا بستدعي، بعمل بيلد بس بريح هذا بعمل بيلد، طلع قلت باجي هنا على سند اس ام اس بروح على الخصائص تبعت على البايندينج هيها، بقول له create data binding حاجة اسمها static resource زي ما احنا متعودين عليها، بجيب لنا حاجة اسمها localized string موجودة في static resource، هاي موجودة هنا يا جماعة مكشوف ضيفاها افتراضيا عشان نصلها، هاي localized string xkey localized string، نرجع الخصائص create data binding لوك ستاتيك ريسورس وكذا سترينج، بختار الكلمه مثلا عند الابلكيشن تايتل اعتقد سميناها التايتل، والثاني هابي فيست اعتقد برضه سميناها هابي فيست، هابي فيست حطوه هنا مثلا زر او ليه زي ما بدنا، هي زر الزر ايش النص تبعه اسمه خاصيه النص كونتنت، بضع الكونتنت اياه ونقول له create data binding static results localize strings بس بدنا نقول له welcome. حلو، المشكلة عندنا هنا في حاجة واحدة، الابلكيشن بار يا جماعة ما نقدرش نعمل localization بالصيغة هذه، لو جينا هنا على التكست فيش binding من ما نقدرش نعمل binding تمام، في طريقة تانية هنشوفها كمان شوية إن شاء الله. هلا يا جماعة ربطنا احنا قلت ايش الكلمات، ربطنا الكلمات طبعا، ضايق قلت نولد ملفات اللغة لكل لغة مثلا نضيف العربي ونترجمهم، في طريقة يدوية بتيجي هنا على الوراتز بتضيف كل لغة بالدور وبتصير ايش طلع مثلا ملفات لغة بدناش اياها، شوفوا كيف الطريقة الاوتوماتيك، نضغط ملف على البرنامج زي هيك من فوق على البروجكت بنقول له add translation languages، هذا عن طريق أداة المالتي لانجوج تود كيت، ندلع حقيقة بدنا عربي وبدنا بوسني وبدنا شوية صيني عشوية دنماركي عشوية اسباني تمام، ندلع كيفنا اللغة بدك اياها بتختارها، حتى نفس اللغة بكلها خيارات مثلا فرنسي مثلا بتختار الدولة اللي هي اللوكاليزيشن تبعتها فتختار العربي نفس الاشي هاي اوكي، بنلاقيه هو شوية بطلع لنا مجموعة ملفات العربي الدنمارك البوسني الاسباني وهكذا، بنحددهم
وهي الصين تحت، وضغطك بالزر الأيمن ونقول بالله لو سمحت جنريت ماشين ترانزليشنز، بيبدأ هجيت الملف هذا الريسورسز يترجمه ويحطه ايش في كل ملف منهم بالدور حسب كل لغة. هذا بينج، هاي الملف الأول مثلا خلص، الملف الثاني الثالث وهكذا. هنيدي خطوات كل مرة ما تخافوش. طب اسمها زبد اماش بنش ترجمة كلمة من عدلها ان شاء الله بجيك نعدل لما انا حطيت كلمة ويلكم عشان افاجئك اياها. خلصنا، شغل البرنامج. حتى قبل ما تشغل نقدر باللغة، ما احنا عارفين الانجليزي حافظينه، شوف العربي هاي اللانجوجز لا هتنشخص ولا لا عربي بلاش هاي عربي مش نفهمه صحيح. بحكي في واحد معنا بحكي اسباني فشخص قلبنا اسباني البرنامج. من العالم الجوال نفسه، من الجوال نفسه حسب الجوال. بنفع انت تقول له والله مثلا فض اياه مثلا انجليزي يفتح، بس مش حلوة تعمل لغات عشان ما يفتح عربي، يفتح عربي عنده. كيف بنخليه يختار اوبشن اللغة؟ بنفع تخلي اوبشن وتكتب كود سطر برضو كودنا هو ايوه بقى. هو هيك الصح اساسا. مش معقول انت تفتح برنامج عربي مثلا وبدك مثلا انت جواك عربي مثلا بدك يظهر بالفرنسي، يعني بتكون هدي حط فرنسي يا اخوه اللغه وخلص. من اذا انت ثقافتك فرنسي حط فرنسي اللغه وفكره. عيد سعيد، رسالة رسائل أخ ولا مزبط، رسائل قصيرة شايفين كيف؟ مرحبا بك مستخدم. تمام؟ لو جايبنا اللغة هات نقلب اللغة نشخص برضو. مين بعرف لغة من اللغات اخترناها؟ دنمارك، ألمانيا، أي حاجة. يوم تمجد وفد الدنماركي إجا المسؤول هذا في الأوكسفام. حضرتي كنت موجودة؟ حكيت لكم انا ايش صار. فاجى هذا تبع اوكسفام بقول لي انا عامل برنامج 12 لغه الدنمارك مش منها. فبقول لي اخ بس من البرنامج انت تبع الصوم اللي عامله بالدنمارك تقول اعطيني 5 دقائق. قال لي معقول؟ قلت له بس 5 دقائق اعطيني، بتاخذ بتكلفنيش دقيقه. رحت بس قلت له هنا لو سمحت برا يوجا استوديو من بعد اذنك ضيفت بس برا اللغه هذه بس. اوكي كتبت له زي هيك طلع لي بس اللغه وكسبته. زي بعد 5 دقايق اوخ مش معقول. مش حطيته كمان اسم مدينة في الخليط، اسم مدينة من الدنمارك مش عارف اسمها فالس ولا مش عارف ايش. قال لي اوخ كمان بتعرف دنماركي وتدري ايش بتفكر. قلت انا ولا بعرف حاجة. وقال لي اقرا كمان شكرا. ايش اخترنا اسباني؟ اخترنا اسباني ها؟ طيب نفتح البرنامج تبعنا بالاسباني. هذا شو بدا كان كارجينات فيليز فيستا مرجع انا اشتغل فيه كون فرنقا كيون وين اللغات السلام. طيب لو انا بدي اعدل على الترجمه تبعته بفتح اللغه العربيه بضغط ضغطتين افتح البرنامج مال لانجويج ابلكيشن تول كيت. تمام معلش بس ثاني بضغط على اللغه ضغطتين على اي لغه؟ انا مثلا بدي اعدل الاسباني بفتح الاسباني العربي بضغط عربي مالت لينجوال اديتور
هاي بجيب إقامة الكلمات، شايفين هاي هم بدو الآد كانت موجودة مسبقا، قلنا لك فيها كم واحدة حطتهم آد وأبد، كلهم خمسة ستة مش فاكرهم. تمام، مثلا أنا أبديت التحديث، بدك أكتب له إيش مثلا تحديث بدل التحديث، بجي هنا هاي التحديث تحديث حلو. طيب مثلا أنا بالعربي كلمة مرحبا بك، مثلا بالفلسطيني مثلا مصري بدك تكتب له ازيك مثلا فلسطيني يا هلا أو سلامات يا هلا يا هلا، تمام أدق يا هلا. تمام، بس ترجمها يفضل أن أقول له إيش خلصنا منها. ليش؟ لما تاني مرة بقول له جنريت ماشين لانجوج بروح ترجمها من جديد، إذا ما حطيت له فاينل بشوف إيش في ترجمة أدق، فإحنا يفضل بس أخلص منها أكتب له إيش فاينل خلاص، عشان خلاص يلغيها من عملية التحديث. بتخلص منهم بتعملهم فاينل. مثلا هي عملنا ايش احنا كمان تحديث لكل واحدة مش فاينل بالضبط لكل واحدة منهم. بنفع مثلا انا حطيت مصطلح بدي يجي زي ما هو المصطلح، بنفع اقول له ايش غنزة بالنو، ممنوع الترجمة هذه، شايفين عليها قفل مش متخيل يعني ما نضيع، بس هذا هي موجودة بنفع نقول هذه الكلمة ممنوع تترجم. تمام، زي ما هي لا مثلا كلمة مصطلح، مثلا كيفي عندي مصطلح بدي نحط بالانجليزي بحطه زي ما هو، انا مش انا حطيته هيك يعني، بس انا مش جاي في بالي مثال معين. انا لو مثلا بدي مثلا بدل SMS هاي ما تتحول لارسال رسائل قصيره بحطها انه ايش بدك ايش بدك هي يكتب سند SMS فالمفروض أنا مثلا ايوه بالضبط حط ايش هو قصدك يعني نو ايوه بتضل زي ما هي. انا المفروض اعد انا في الانجليزي هو الديفولت عشان ما نحول عادي وبفهم لحاله وبفهم من لحاله بس المترجم جاي ما بفهم لحاله. انا الامانه ما عنديش يعني تصور في منطقه معينه نكتب له، حتى المصطلحات ممكن مصطلحات كمان يعني تظهر عرب، وين المشكله علم الاجتماع مثلا علم الاحياء بيولوجي مثلا مش لازم يعني وش فيه لما تترجم. طيب نعمل له هين حفظ، بنفع كمان ترجم من هين يعني نقول له ترجم لي اياهم كلهم بس هم ترجمين، هاي حفظ خلصنا. نشغل برنامج ندوخكم يا المغناطيسي يا هلا حلو. طيب هذا الملف يا جماعة ملف XML، بنفع مثلا أنا زي صاحب أسبانيا بقول تفضل ملف XML تأكد منه مثلا هاي العربي مثلا نفترض إحنا أسبان ونعملين لغة عربية بنقول لصاحبنا العربي تفضل لو سمحت برا عدلنا إياه، طبعا هو بفتح عنده بال XML editor أي في المفكر بفتح عنده، إحنا نفتح بال XML نشوف إيش فيه خرابيط هاي ببدأ كلمة شايفين؟ مثلا ناخذ كلمة تحت هاي كلمة تحديث، الكلمة بالانجليزي ما نجدك فيها ابديت، هاي السورس بالابديت هاي المصدر، احنا بنقول طلع لي برا على السورس والكلمة المقابلة لها. تمام، بلاي ميوزك طبعا هذا بلاي الكي الموجودة في الانجليزي هيها صحيح هيها بلاي والقيمة الفعلية بلاي ميوزك لازم يكون ايدنتيكال الكي لازم يكون ايدنتيكال، هذا فيش فيه تفاهم عشان يفهم يربطهم مع بعض، نحن ربطين بمين يا جماعة نربطينا؟ نربط بالكي، هاي نربط بالكي هابي فيس حتى كتب هابي فيس مثلا نربط بالكي، هو بتطلع على هنا على السوس وبحط مين هنا؟ الترجمة تبعتنا. تمام؟ هابي فيس وبس يخلص منفع انت بعدها تقول له ايش؟ يا بتعدلها من هنا يا من البرنامج تقول مثلا ايش والله؟ فاينل عاد او بتعملها من الإديتور يعني خلاص، وهذا يعني فيش تفاهم موثوق منه. هذا ملف ينفع تحط فيه ان شاء الله 1000 كلمه مليون، انا عندي برنامج يمكن فيه 100 كلمه يعني عادي. نعم هو انت في برنامجك يعني نفتح مثلا اي برنامج، هي مثلا برنامج الاشخاص حتى كم كلمه كلمتين ثلاثه أربعة بجوش كلهم يعني بجوش 30 كلمة أو مثلا نقول 30 كلمة و10 جمل. يعني مش هيلاقي كتير عندك، إضافة هي حذف هي تحديث هي أي بنا مش هتلاقي يعني الكلمات عندك هاي 1 2 3 4
خمسة ستة سبعة خلاص ثمانية تسعة عشر كلمات كلهم ولا حاجة. ممكن في إعدادات تحط كمان كم كلمة. يعني بتلاقيهم بيجوش عندنا كلمات كتير. وبعدين أنت استعملت ترجمتهم، أنت ضغطت زر وبترجم كل اللغات. بس ضيف اللغة وقول له ترجم. سؤال هل موجودة لغات تانية سي؟ والله الاسب لها لغة، أنا الاسب لها بتضيف أكثر من لغة سهل. وشفت مرة بترجم اللغات بس مش هتكونش دقيقة في المواقع. المواقع غالبا بيكون في كلام يجب إدخال كلمة المرور، في كلمات أطول من هيك يعني بتكون. أنت في النهاية في أداة خارجية سهل عليك مدفوع أعتقد. أنت في النهاية بتطلع ملف اللغة، بتدخل موقع خمسات، تعرفين موقع خمسات؟ موقع خمسات فيه مترجمين كتير $5، يقول تفضل إن شاء الله 100 صفحة، هاي $5 مرة تجملية. إيش $5؟ بدأ والله في شفت العشر صفحات، شفت واحد عشر صفحات $5 ولا حاجة يعني إيش كتير. أعرف إنه بالإس بي إنه بعمل الفايل بلغتين، إنه بعمل مشروع بمرتين. لا هذا الشغل غلط، في الإس بي بنضيف لغة برضو، بنضيف ملفات لغة. بس في شغلات تكون محتاجة إذا كان في مقالات أو كلام كذا برضو بتضيفها في الداتابيز، بتضيف اللانجوج مثلا التايتل الاي دي الديسكريبشن الايمج اللانجوج، تضيف اللغة يقولوا هذا نفسه عربي انجليزي، بتعمل وير النيوز يساوي مثلا وير اللانج يساوي انجلش. أسهل. أنا شفت مبرمجين بيضيفوا بيعمل موقع مرتين. هذا غلط، هذا من الجهل، لأنه بده يصير يعدل مرتين، أو عنده 10 لغات بده إيش؟ بده يعدل 10 مرات. أو لا أنا ما جربت إني أشتغل. أنا شفت مبرمجين محترفين بيشتغلوا 10 مرات. أنا بعمل ملفات اللغة، بعمل ملف مرة واحدة وبعطيه صح موقع، بقول له تفضل لو سمحت ملف اللغة. بدك تترجم ويكتبها ترجم واعطيني اياه، بدك انا ترجم اترجم بس انا هدفع يعني هشوف مترجم وادفع له مصاري الاسباني او الالماني هدفع له. الانجليزي ممكن اعمله بس الباقي لا. فموقع خمسات بسهل علينا، بتعطى في اكس ام ال المترجم بده يتفضل $10 خليه ياخذ على مثلا على اللغه ولا حاجه. $5 بتخلص $5 معاه يعني بقول لك خمس ملفات $5 ولا حاجه يعني مش مستاهل. 10 لغات $50 كل ما كل لغة $5 ولا حاجة. بتعمل تشخيص على الموقع مثلا $5 بيجيب لك زبائن مثلا من أسبانيا أو من ألمانيا أضعاف ملايين المرات أضعاف. تمام. ومش ما يجي موقع مثلا هاي في حط 10 لغات يعني. طب بالنسبة للمتجر بالفعش حط أكثر من اسم مثلا دخل المتجر كذا حط له اسم مبتدئ وكذا. مش قلنا لكم لما نزلنا السيبسب والفيديو السيبسب قلنا لكم ننزل السيبسب بلس فاكرين؟ عشان هذه الاشياء هناخدها ان شاء الله. طيب نعيد كمان مرة، بنيجي فوق على التولز بنقول له ايش؟ انيبل مالتي لانجوج تول كيت. مالتي هي لينجوال بس انا دائما خلاص مالتي لانجوج تول كيت. بالزر الايمن على المشروع اد ترانزيشن لانجوج بضيف اللغات اللي بدي اياها. تمام؟ وباجي على ملف اللغة هنا بضيف الكلمات، بنفع فكرة نضيف كمان كلمة ها، هاي هلب مثلاً، هلب إيش ترجم؟ هلب صح، هاي حفظ، تمام؟ باجي بضبط هنا، مثلاً هاي التكست بلوك، هاي التكست بلوك، عشان ما عملتش بلد يا جماعة مش هنلاقيها ظاهرة، يعني جينا هنا على البايندينج. Text to create data binding static resource localized string مش هلاقيها هنا، شايفين؟ بربط بأي واحدة مثلا update بغيرها بس أنا متأكد إنها موجودة هاي. عشان هيك قلت لكم لما تحدثوا ملف اللغة هنا يفضل تعمل إيش؟ build عشان تلاقيها ظهرت في المشروع ككل. بس ما ينفع تكتبها يدا وكتابة عادي. نيجي على ملف كالمرة نكتب له ايش؟ thanks for chasing this app enjoy. تمام؟ دير ما يطلع الزر يطلع لي اياها message box dot show mean app resources dot
هيها بس مش حتظهر. ليش يا جماعة؟ لأنه ما عملناش لها بيلد. يفضل تعمل بيلد، كل ما حدث ملف اعمل بيلد لها. أيوة تانكس. تمام؟ لو كتبناها عادي بياخدها يعني من غير بيلد، لأنه بفهم إنه لما بشغل دائما نعمل بيلد عشان تكون الكلمة مطابقة ما تطلعلكمش أخطاء. بس ضاعنا إيش نعمل؟ نقول له إيش برا لو سمحت قد عدنا اللغات، بس نشيل هذه اللغة نقول له برا لو سمحت قد عدنا اللغات. شايفينها بس كلمتين هلب وثالث لكل لغة. لا احنا عشان ضغطنا هذا الملف اخترناه جديد، مكناش مختارينه بترجم فيه. ايوه هذه لغة مخفية لعلمكم، هذه خدعة مايكروسوفت كيو بي اس. هيها وجيت على اللغات هنا لو ضفت لغة هي مستلقوهاش هذه اللغة، بس كتبتوها بتطلع. وما اعتقد انها تفعيل لازم تكون ادمن شرطة بلوك. طيب الانجليزية بوسيدو لغة وهمية بتستخدم في ملفات الترجمة، بينفع نضيفها في اللغة عشان اذا تشتغل ويندوز 8 تجرب عليه. سيبكم منها بس العلم يعني عشان واحد ما يخافش. الشيء مخفية هذه اللغة. ترجم الملف نشغل. Thanks for شراء هذا التطبيق، استمتع. حلو. Thanks بس نصلحها. طيب هاي بيلد وهي كمان تبريد نفس اللغة. نختار ملفك كمان مرة مش مشكلة. تمام؟ في أسهل من هيك؟ آخر حاجة طالع لنا مين يا جماعة؟ الابليكيشن بار. شوف يا جماعة مايكروسوفت عامل لنا هنا كود مسهل ده الآن. مايكروسوفت اللي بيمشي مع مايكروسوفت عن جد برتاح. بتقول لك سامبل كود فور لوكالايزد ابليكيشن بار. نشيل الكومنت عنه وبنلاقيها اللي تحت هيها. سامبل كود فور كذا. أيوه نشيل الكومنت. لا هو المتعمل مشروع بالتقييم موجود في المين. موجود بكون في المين، بس عليك تفعل. ابلكيشن بار ما نجي دخل فيها هي عندنا. هاي الايقونة وهاي المنيو ايتم. هيو بتون ايكون بتون كذا ابلكيشن بار يساوي نيو ايكون بتون. هاي ربط الايقونة وهي عندنا التكست وبنقول اضيف لنا اياها وين؟ على ابلكيشن بار. كان مرة هاي المنيو ايتم ونضيف هات نضيف. طبعا هو مستدعي هذا الميثود في الكونستراكتور. فبطلعها وبتفتح الصفحة. نيجي نختار أيقونة. إيش فينا أيقونات؟ مثلاً الريفرش. مثلاً إيش فينا؟ أبديت أعتقد أبديت سميناها. ننسى خلا كلام كمان مرة. نضيف كمان أيقونة. هاي كمان أيقونة ثالثة. لوكيشن بار 2 وبتون 2 وضفنا 2 وهذه 3 تمام. سمينا والتكست ضفنا اياه. نضيف فينا ايقونات شير و بلاي. شير مش موجودة. شير هاي مثلا اي حاجة. ثانكس هاي مثلا هل هات نحط شير. شو رأينا هاي شير؟ هاي شير. وش هنا كمان؟ نعم بلاي. في بلاي. هاي في بلاي. وعندنا هنا ايش؟ طبعا المنيو ما لهاش ايقونه فقط نص. هي ابلكيشن ريسورسز دوت خلص. بس نقول له ايش قاعد من نحط اللغه الجديده.
يمكن احنا هذه الاسماء ما سمع منهاش انها فاينل فبضلش تجمع كل مرة يتحقق منها. عشان يفضل اجابات تتخلص منهم تأكد منهم فاينل بضلش يفحص. بينفع فكرة مثلا نقول له أنا مستعجل بس أقول له ملف العربي ولا لدي منه يعني ترجم العربي بشكل سريع، فمين بدل ما ترجم كل ملفات أقول له والله بس بشكل سريع بدي أشوف العربي بعديها لما بنشر البرنامج بقول له ترجم لي كل اللغات جربنا. طيب وصل الانترنت نشوف هل مش اضاف حصل وما فيش حصل فيش شيء ما اضافهاش. طيب نقول احنا بس تجيبنا في العرب ما يبدو الانترنت فصل. لا بتيجي هاي بترجمها لا مش بتطلعها زي ما هي مش مشكلة. ما هو هذا التجريد بل هاي تعليمات اللي ما شايفين هاي ما فهمتش هاي تعطي البار يا جماعة بنفعش نحطه من هنا نحط له كلمات نقول له مثلا localization. فلما نفتح مشروع جديد بنلاقي مكسوفت مسهلة علينا حطينا كودين كودين بنفعله كود تحت عشان نبني البار. البار هنا بنبنيه برمجيا هذا نبني برمجيا هو معطل يكون بس اين احنا نفعله كل هذا يا باشمهندس هاي بنقول له ضيف لنا باتون اسمه ابلكيشن بار يساوي نيو ابلكيشن بار الايقونه تبعته هيها بنحط مسار الايقونه احنا ضفنا قبل شويه قناه هاي المسار تبعها والنص تبع الباتون هذا يساوي ابديت من اللغه. انا عندي بالاول ايقونه برجع بعمل ملف اسمه ابلكيشن لا مش شرط ممكن نحط مثلا هاي واحده برا حطها هنا في المشروع ونقوله زي هيك ما مش مهم المسار بس ما تبين يعني هم عارفينك انت هتحطه هنا ترتيبا بس مجرد ترتيب وهيو بياخد الايقونه بياخد مين النص وقلت له هيو الابلكيشن بار هذا اللي عرفته فوق دوت باتونز دوت اد اسم الايقونه تبعتها هيو كمان ضفت لا لسه الاكشن مش تاني الاكشن هكذا هذا بس اضافه بس اضافه هاي لو احنا شير نخفي هيا خلاص لو شغلنا هيك مش هنلاقي شير شايفين فيش شير هاي تعليمات تحت هاي تعليمات يا جماعه تعليمات بتختف لانها مش 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 ايكون منيو ايتم هيا ابلكيشن منيو ايتم ابلكيشن منيو ايتم يساوي نيو ابلكيشن منيو ايتم بتاخذ مباشره مين في الكونستراكتور النص تبعها وابلكيشن بار دوت منيو ايتمز مش باتونز منيو ايتمز دوت اد كذا. طب لو ما حطيتش اد ريسورس وحطيته على طول النص مش حيجي مش حيجي حسب اللغه انت هنا بس حاطه عشان يجي حسب اللغه حسب الملف هي يا جماعه ابلكيشن ريسورسز في كل الكلمات الموجوده في ملف الريسورسز شير وثانكس وويلكم وبلاي وكل الكلمات الموجوده فيه تمام هفاجئك هيك كيف نضيف الاحداث وما هيك فكرتين ما شفتش ولا مجموعه كيف نضيف الحدث ما هو هذا الاهم نسيت انه في حاجه اجت في بالي. طيب الابلكيشن بار هذا يا جماعه نفسه بنفع له خصائص هي مثلا دوت مثلا باك جراوند كلر تمام باك جراوند كلر يا جماعه ايش نوعها باك جراوند كلر يساوي اكسنت لا هي مثلا اكسنت اسمها سوليد برش نيو سوليد برش ناخدها لاحقا موجودة في نيم سبيس نغير حاجة تانية لسه ما خدناش احنا كود معمق مثلا مش الديفولت سايز مثلا المود يساوي مينيمايز مثلا نقدر نعمل الاعدادات كلها من هنا. هجيت كيف نضيف اكشن
مثلا نضيف هذا اكشن في الابديت هي اسمه باتون واحد، نكتب ابلكيشن بار باتون دوت كليك طلع تاب تاب ايه فقست بلس ايكوال تاب 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 حقيقة حقيقة المرة بس بعملنا حدث وهي بيكتب الكود تحت حتى لو تكتبوها بتتعبوا المبرمجين بيشوفوا بيكتبوها ودي يكتبوا فيها هذا الحدث طلعوا هاي مثلا مسج بوكس دوت شو هاي كمان مرة نضيف البتون هذا حدث بتون ثلاثة هاي ها بدنا نضيف يعني هنا الخيار application bar ثلاثة dot click حدث click plus equal هايو tab tab رحلنا عليه تمام في فاكرين لمدة expression بنفع نكتبها زي هيك مثلا هذا المنيو item نعملها لمدة expression دوت كليك كيف كيف في لمدة اكسبريشن لحظة شوية يساوي او زي ما كتبت function of n او عشان بكتب في بي دايما طبعا بس جبتكم اياها شايفين يا جماعة هيو application menu item هاي دوت كليك بلس ايكوال بنعطي الباراميترز هيهم اوبجكت ويز اي دوت ايفنت اليكس هاي لمده اكسبريشن مباشره في نفس الكود كتبنا هذا احنا هذا الفانكشن لباتون مين لباتون كد لباتون هنا الباتون بنفع يا جماعه الفانكشن هذه نبعتها باتون ثاني مثلا هذا الباتون ينفع الباتون 2 نكتب له والله الابلكيشن بار اثنين مثلا دوت كليك يساوي مين مثلا هي الحدث مثلا هذا حدث زر ثاني عادي بصير الباتونين بودعوا نفس الحدث باتون اثنين وثلاثة نفس الحدث عادي باتون اثنين وثلاثة يساوي نفس الحدث ايوه مثلا دسيم سيم يعني هذه الأمور مفترض تكون في السي شارب تعرفوها إيش أنا من بس البوكس شو هذه مفترض الأمور تكون في السي شارب يعني روتينية عندكم الأحداث والإيفنت لا لا خلاص وبفهم هنا لحالة هذا برضو مسهل على مايكروسوفت هاي باتون اثنين سيم وباتون ثلاثة نفس الإشي وهي هذه تعليمات هاو ار يو إذا دام داكس الإشي هذا جماعة اسمه الديليجيشن التفويض ديليجيشن هي هادي كليك هادي وكليك هادي بصير على نفس الفانكشن كيف نفس الفانكشن البوينتر تبع الفانكشن قصه يعني اسمه ديليجيشن مش موضوعنا احنا كليك تاب تاب وبنكتب الحدث بده واحد بده يعمل تاب تاب يلخبط حاله برنا بده يعملها شو ربا في نفس المشروع نفس الفانكشن بكتب لمده اكسبريشن تمام طيب اي سؤال في الموضوع او المهندس كان عنده سؤال برا الموضوع فيش مشكله كيف بدي انقل من صفحه لصفحه مش اخذنا مفتاح كوير سترينج مش اخذنا الكوير سترينج ولا اخذنا كوير سترينج عملنا نافيجيشن سيرفيس اخذنا كوير سترينج ولا لما كتبنا اي دي يساوي اخذناها رجع الفيديوهات اخذناها كنت غايب هيها المرة فاتت محاضرة المرة فاتت هاي مثلا نحط صفحة تانية مدار فش المهندسة متذكرة معناته احنا ايش بخير الحمد لله نحط في الصفحة هادي زر هاي زر تحتيه تكست بوكس لما نرفع الصفحة اللي يودينا على صفحة 2 navigation service dot navigate من new URI اللي هو page 1.zamit فاصلة
دوت ابسوليوت او ريفيريتيف. شيك اي هاسكم ان انا بعت نكتب له النيم يساوي مين اللي هو التكست زائد ما اعطيناهوش احنا اسم نعطي اسم اعطيناهوش اسم لا فيش بحطش بالمره بحطش دفل تكست واحد مثلا تكست واحد دوت تكست خلاص. الصفحة الثانية قبل ما تفتح الصفحة بنقعد عندنا البيانات loaded تاب تاب عملنا الايفنت نوع الكود string اي حاجة my name يساوي يساوي navigation context dot query string mean name خلاص message box dot show my name او ها يعني لنا الخيار ويلكم نشيل ويلكم نشخص مش جايبين النيم سبيس تبعها غريب تمام. هاي بس نجيب الريسورسز ابلكيشن ريسورسز مش ثانكس ويلكم زائد اسم المستخدم رحب بمين يا جماعه رحب بمنى يا هلا بمنى حلو بسيط نقل بيانات بسيط أبسط منه اللغات شايفين تسيتوا تفننوا ابن برنامجكم صح بس عندكم خيارات كثيرة. احنا نطفي التسجيل وننطلق على العمل ان شاء الله.